عم طالب بعيشي انه تكون للحريه لاولادنا. انا عندي اولاد اثنين طالعه مشانهم شباب عم تسافر عم تتهجر عم تترك اهلها وتطلع وضع مأساوي للغايه. يعني نحن هدفنا من الساحه انه يتعدل هالوضع. نحن قلنا 50 سنه واذا مش اكثر انه نحن تحت حكم ظالم. نحن بدنا اياهم، بدنا الحريه، بدنا نكون يعني عيشتنا حلوه، عيشتنا هيبه. من نستنغص انه تكون عيشه برا احلى من هون. شبابنا قاعده بالمغترب ما بنعرف شو عم بيصير معها، عم بتاكل عم بتشرب مثل البشر، ما حدا بيعرف. كله بس انه هرباني، بس ما بدها تخدم العسكريه، ما بدها تخدم جيش، ما بدها ابدا. وضع مأساوي للغايه. يعني انا بتمنى من الكل يطلع ويشارك، لانه يعني الهدف أولادهم، إخوتهم، شبابهم. هاي الشباب اللي عم تروح هي كلها إذا مش خيا جوزة ابنة، منشان هيك كل العالم تطلع ولازم تطلع. هي الحكم 50 سنة مش بسنة وبسنتين رح يسقط، يعني أو إنه مثلاً خلال سنة أو لازم الكل يشارك، لازم الكل يطلع. لما تكون كلمة وحدة بصير الهدف واحد.